زيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة عندنا، يا ردي ما دخلته اصلا، مود السايرن هيد. وطبعا معانا يوسف. ازيك يا يوسف؟ كويس. ماشي يا شباب، انا عايزكم توصلوا الفيديو ده يا 5 لايك يا 2 لايك، ده اللي احنا نقدر عليه. اوكي يا شباب، خلينا دلوقتي نعدل الفيستفورست، معرفش شنو اسمه، هنخليه بالاول. طبعا دي ماين كرافت يا شباب، نسيت اقول لكم هخليكم تحملوها. بس دلوقتي خلينا نشوف احنا عندنا ايه هنا. عندنا دلوقتي طبعا يا شباب ما دفعت ولا فلوس، طبعا محملها مجانا بطريقة سهلة. ده ايه ده؟ البوشنات البوشنات. طيب اوكي، طبعا جعان خالص، مش فاهم انا ايه حالتي بالظبط، فخلينا نفتح اللي تحتها يا عم. عايزه دي يا شباب، طبعا احنا في مخيم تقريبا. خلينا نروح اسال الراجل ده، المفروض ان احنا نهبب حياتنا. اوكي، انت مالكش اي دعوه بالكلام ده. اوكي، بيقول لك نو تشانت ووتر، بيقول لك بلاي كريت وموديل. ندوس يا شباب، ندوس. شباب شباب شباب، انا مش شايف اي حاجة خالص. بيقول لك انا مختفي، بيقول لك سايرن هي مود السايرن هيد. يا شباب انا مش عايز اطلع، ده في كلاب هنا. يا كلب يا كلب، لان انا صديقك، والله والله صديقك. مت يا شباب، مت. ايش هذا؟ ايش هذا؟ بيت اوكي مقفول، افتح يا كابتن. اوكي مش عايز. طب شباب خلينا نطلع. شفتوا ده في ايه؟ في سيف. ماشي، دلوقتي سيف. انا شفت حاجة بتتحرك، بس مش عارف هي فين بالظبط. ايه ده يا عم؟ يا عم انا عامل ريوز يا من الجيم، شغال جدا بصراحة، شكل التليفون هيفصل مني. اتدمشت ليه؟ ايه شفيه شفيه عشان انت شفيه. واخد هانجر. هانجر. طب اوكي يا شباب، خلينا نجيب اسمه ايه ده. انا عارف ان هو غش يا شباب، بس هنعمل ايه؟ هموت والله. اوكي خلينا نعمل كريتيف لنا شوية اكل. ده حتى كمان ما ينفعش احول كريتيف يا شباب، ايش فيه؟ راح اموت. هاي لازم اتحرك بسرعة يا شباب، عشان ايه؟ ممكن اموت في الحالتين. يعني ايه ممكن اموت في الحالتين؟ يعني انا ممكن you are doing ايش فيه؟ ايش فيه؟ هاي الحبيب ايش فيه؟ والله والله وقعت. اوكي شباب، دلوقتي يعني نروح ونشوف البيت اللي هناك ده فيه اي اكل. خرس أنا سمعت حاجة. ودمايل يا عم، انا جيت جنبك يا عم، والله شكلي اجيب لك عم وارزبك. اجري بسرعة 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 من الكلب الغبي ده. اجري 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 اجري، بيجري ورايا لسه. الحمد لله سابني. اوكي you need كوت اوبن دور. يا نهاد النيلة،
ودي شفت ايه؟ سيف. لو انت خايف ما تجيش، متقعدش معايا قصدي. مود السايرن هد يا شباب، وشكل التليفون هيفصل بين ايدي من كتر الرعب. الهنجر راح. ممكن اكسر في الباب ده؟ لا ما ينفعش، المشكلة ان انا ادفنشر، ما ينفعش احاول في حاجة. اوكي بيقول لك محتاج كود. طب خلينا ندور على الكود ده يا شباب دلوقتي. انا مرعوب يا شباب زيكم، لان انا اول مرة اعمل مود ده، فاهمين؟ بسم الله ندور على الكود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب ما تطلعليش حاجة، يا رب ما اسمعش. اشفي يا اخي اشفي يا اخي، سيبوني بحالي يا اخي ما جيت جنبه. والله ما انتوا شفتوني يا شباب، جيت جنبه ولا عملت له اي حاجة؟ انا اضربه بالسيف الجولد. شت ده تقريبا كل الكلاب دلوقتي هتيجي تهجم عليها يا شباب. ده اللي انا اعرفه يعني عن ماينكرافت، لان انا مش قوي اوي في ماينكرافت. اوكي يا رب نلاقي الكود اللي هو يعتبر مش كود اصلا، رعب. يا رب يا رب اطلع. مشكلة يا شباب، قفل الاوتو جامب تقريبا، مش عايز اطلع. معنى كده ان انا غرقت في البحر خلاص. اوكي يا شباب اشوف طريقة عشان اطلع بيها، مش لاقي اي طريقة اطلع بيها. الطريقة الوحيدة عشان اطلع بيها ان انا اغرق نفسي واموت. يعني في كلب هنا ولا سايرن هيد ده ولا ايه؟ طب خلينا نطلع على البلوك كده. ايش فيه؟ والله عم يجيني اعلانات كتير ترى. شغل النت. اوكي قفله يا ورع. والله شكل التليفون مرعوب يا شباب. اوكي اهو طلعت الحمد لله. اوكي انا لمحت حاجه وانا طالع كده، معرفش انتوا شفتوا. انا لمحت حاجه بتمشي، بيقول لك ركز عشان هو ممكن يكون واحد منهم، يعني هو نفس اللون بتاع الاشجار اللي هو فيها. يا شباب هنكمل. يا شباب شكل التليفون هيفصل والرعب انا مرعوب جدا مرعوب جدا، مش عايزة اكمل اساسا. المشكلة يا شباب ان انا اتفنشر ومؤمة، ما اعرفش اعمل اي حاجة خالص، مش لاقي اكل. قول لي انت محتاج الكود. الكود بقى لاقولك فين يا حلاوتك. في كلاب هنا كتير، شكلنا انا ضعت كتير النهارده وهنموت كتير النهارده بسبب حاجه اسمها كلاب. يا شباب يا ريت ما كانش في حاجه اسمها كلاب في العالم ده. يا عم الهنجر، يا ريت ما جيت هنا اصلا تاني. اوكي يا شباب في تقريبا طريقه للدخول من هنا. في كلب، في بارل يا شباب. هنجر شباب من صوت العصافير يا شباب. قلتلكوا شفي يا شباب.
شيت، ايش فيه؟ استخبينا بسرعة بسرعة. او ماي جاد، بيقول لك ما اعرفش اعمل اي حاجة. سايرن هيد موجود يا شباب، يا شباب العرس ودوم نيل يا شباب. يا شباب العرس ودوم نيل. وداني يا شباب، وقفنا لحد هنا خلاص. فلو رعبتكم الحلقة ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. شيت شباب، شفي شباب. عرس ودوم، يا ريتني ما دخلته. شباب شباب شباب، تليفون على ولا في يا شباب؟ انا هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. فلو عجبكم الفيديو يا شباب ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. سلام.